انت في احسن حال اهو، كل طلباتك مجاب. ويعمل ايه البلطو في عز الحر؟ ما تيجي دغري او ده عندنا نعيم. قول لي، عندنا التحكيم النهارده يا جعفر. ما انا مش فاهم النهارده، خلي المعلم سيد هو اللي يحكم. سيد على عيني وراسي طبعا، بس الناس بتوع النهارده قصدينك انت يا جعفر. بس ما بتفهمش، وبعدين انا ما ارضاش ان اخويا الكبير يحكم في مشاكل عبيطه زي دي. الكبير للكبير، احكم انا خلاص مفيش مشكله. ايه يا حبيبتي؟ انا احترمت طلبك وما قلتش لحد ان انا شفتك في السجن، بس ده بقى مش معناه ان انت تزقي علي حد عشان يعايرني ببابايا. ساعتها بقى انا ممكن اقول سرك ده لكل اللي في البيت. انتي منين يا عايده؟ من الزمالك. من الزمالك؟ تعرفي يعني ايه واحده شلق؟ يعني ايه واحده شلق؟ يعني كده يا حبيبتي. حرام عليكي يا عايده، حرام عليكي. ايه ده؟ دم دم يا عايده، حرام عليكي. الحقوني يا ناس، عايده ما ضحيتي. انا برضو يا اختي بتاعت رجاله، وبتقولي كمان عليا ان انا ماشي بطال. بص الدم. عليكي يا حرام عليكي يا عايده. وايه كمان؟ بتقولي ان هي مش هيهدى لها بال الا لما كل النسوان اللي في البيت كلها تتعلق. حرام عليكي، انت فين يا سيد؟ على الحقني بس يا بنت منك ياها، ما تتياها بقى. حرام عليكي، عملت فيها ايه؟ الحقني يا سيد. مش هيكب يا عايد طلعني. بص يا سيد الدم. يا سيد ماليش دعوة، حرام عليك يا عايدة. بص يا سيد الدم، دمي يا عايدة شايفة. بقول لك تاني يا سيد، لو مش هيكب لي حقي طلعني. بص الدم. وصلتني ان اخويا الصغير يمد ايده عليا. لا والله. وايه كمان يا اخويا؟ قلت لك ان انت تضيع فلوس ابوك؟ قلت لك ان انت كمان تسمع كلامه يقول لك يمين يمين شمال شمال؟ احنا دلوقتي يا سيد اتقفل علينا باب واحد، وما بقاش قدامك غيري تعلق خيبتك عليه. قلت لك مركز دعوه بعيد مراته وبلاش مشاكل. هي اللي جت ووقفت قدامي وعملت مشكله يا سيد، وانا قلت الحمد لله اخيرا نزلت علشان تعمل حاجه كويسه. وسبحان الله، المرة الوحيدة اللي عملت فيها حاجة كويسة أخوك الصغير جه ولعطشك بالألم. أنا قلت إن الألم ده هينزل على وشه ألمين، لقيتك سكت يا سيد وحطيت إيدك على وشك وقعدت تعيط. هو سيد موجود يا ودا؟ أيوه، بس اشمعنى؟ أصل كنت عايز أسأله سؤال، ليه مراته بتروح تزور شوقي فتح الله في السجن؟ الحقني يا جعفر، الحقني يا جعفر. يا سيد في ايه؟ انا مش لاقي وداع. دورت عليها ما يمكن في الحمام ولا في البلكونه. سيد بقول لك مش لاقيها يا جعفر، لمت هدومها وطفشت. طفشت عشان هي اللي عملت فيها كده. انت شفتيها؟ لا ما شفتهاش، بس شفت اللي يخليها تعمل فيها كده. الحمد لله على السلامه يا سيد الناس. يسلمك يسلمك يسلمك. نور الدنيا يا شوبي. أنا عايز تركوا زينة بطول الشارع ده عشان بكرة فرحي يا فرع. زفوني بابا المسائل.
طب ازاي؟ ازاي وانت على ذمتي؟ هو انا ما قلتلكش؟ مش انا خلعك من 7 شهور؟ برضو عندك حتة كده خلاوية. ما هو انت لو طلعت في عيلة زي عيلتي كان زمان الحتة دي بقت حتتين وتلاتة. انا عيلتي دي عيلة منتنة، كل واحد فيها بيفكر في نفسه. انت نمرتك معايا خلاص، جابت اخرها، جابت اخرها. انت بتقول ايه يا شاوي؟ يلا هتمشي وتشوفي هتروحي فين. انت فاكره نفسك ايه؟ انا جبتك عشان ازل بيكي عيله العمده وخلاص حصل. تعالي تعالي. في ايه يا شاوي؟ تعالي. في ايه يا شاوي؟ في ايه يا شاوي؟ تعالي يا شاوي. هرب عليك، انا بحبك يا شاوي. مش عايزه تقعد عليك. مش عايزه اشوفك هنا تاني. يلا يا جدع. يا شاوي حرام عليك، افتح يا شاوي. والله العظيم يا شوقي مش هكلمك تاني في موضوع الخلفة. حرام عليك يا شوقي، حرام عليك يا شوقي. ده انا بعت اهلي وجوزي كلهم عشانك. حرام عليك يا شوقي. افتح. انا مش عايزك في بيتي، اطلعي بره. اروح فين بس يابا دلوقتي؟ اروح الشارع؟ ده المكان اللي تستاهليه زبالة الشارع. كنت قاعدة في بيتك متهنية ومتستتة وكل طلباتك مجابة، لكن انت بعتي وخنتي واديكي بتاخدي جزيتك. عايزني فيها خير؟ بصراحة سيد مش انا اللي عايزك. حقك علي يا سيدي الناس، أنا محقوقة لك. شتمني اضربني بس خلينا نرجع لبعض وأنا عايش خدامة تحت رجلك. أنا عارفة إنك هتسامحني. عملتلك إيه يا زبالة عشان تعملي فيا كل ده؟ قولي عملتلك إيه؟